حتى يظهر العمل الفني للنور يتم التحضير له منذ فترة كبيرة، وتقام ورش إعداد من قبل صناع العمل سواء كان تلفزيوني أو سينمائي أو بالطبع مسرحي. وعندما يظهر للنور ويحقق نجاحاً كبيراً تظهر كواليس العمل الخفية للجمهور، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم، حيث سنكشف لكم كواليس مسرحية رايا وسكينة الشهيرة، وما سر الخلاف الذي حدث بين شادية وحمدي أحمد والذي أطاح به خارج العمل. فتابعونا. في عام 1980 وعلى مسرح الحرية وقفت الفنانة شادية مع بودة الجماهير للمرة الأولى والأخيرة على خشبة المسرح لتجسد دور رايا في مسرحية رايا وسكينة مع الفنانة سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي، وهي المسرحية التي لاقت نجاحاً باهراً ليستمر عرضها لمدة 4 سنوات. المسرحية الوحيدة للفنانة شادية كانت وراءها كواليس مختلفة. في بادئ الأمر كان من المفترض أن تقوم شويكار بدور سكينة والفنانة سهير البابلي بدور رايا، وعندما عرض الأمر على سهير البابلي رفضت وتحججت بالسفر للخارج، فتم الاستعانة بشادية ثم اعتذرت شويكار بعد ذلك ليتم الاستعانة بسهير البابلي مرة أخرى وتخرج المسرحية للنور بالبطلتين شادية وسهير البابلي. دور الشويش عبد العال الذي جسده في البداية الفنان حمدي أحمد قبل أن يتفجر بينه وبين الفنانة شادية خلافاً يؤدي إلى استبعاده من المسرحية، وإسناد الدور إلى الفنان أحمد بدير الذي أتقنه، يرجع الخلاف عندما عرضت المسرحية في الكويت. وتألقت الفنانة شادية كعادتها، وفي إحدى المرات بينما كانت الفنانة تنحني للجمهور الذي استمر في التصفيق لها لما يزيد عن 10 دقائق، تمتم حمدي أحمد بصوت مسموع: على إيه كل ده؟ خلصينا بقى. كلمات حمدي أحمد أثارت غضب الفنانة شادية بقوة، وفور إغلاق الستار عاتبت حمدي الذي لم يتقبل عتابها واستمر في الهجوم عليها. عندها طلبت شادية من المنتج والمخرج عدم استمرار حمدي الذي قرر هو الآخر الانسحاب من العمل، فتدخل مخرج الرواية حسين كمال والمنتج سمير خفاجي وأقنعاهما بالاستمرار في العروض حتى تنتهي الجولة العربية وينتهي الأمر عند عودة الفرقة لمصر. وما زالت كواليس أهل الفن مليئة بالحكايات والمواقف ستتعرفون عليها في الحلقات القادمة. كان معكم رشا رجب. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو.